سعادة النائب علي فياض، بدنا نسألك يعني شو سبب هذا التعثر بتشكيل الحكومة؟ ساعة تربط باللقاء التشاوري تمثيله، وأحيان تربط هلأ بالقمة العربية المرتقبة كمان بلبنان، والبعض يربطها بالخارج. أين العقد اليوم وما سبب هذا التأخير؟ أنا برأيي أنه مسار تشكيل الحكومة هو مسار داخلي، نحن نتعاطى معه من هذه الزاوية وندعو الجميع كي يتعاطوا معه من هذه الزاوية. نحن بحاجة إلى حكومة فاعلة ومتوازنة، يجب أن يعني تتمتع بأعلى درجات الفاعلية التمثيلية كي تكون قادرة على معالجة الملفات المقبلة اللي هي بحاجة لتوافق وطني لحتى يقدر الجميع يغطي هذه المعالجات. فلذلك إذا كان البعض يفكر يعني اتجاه الحكومي بأبعد من ذلك، نحن ندعو الجميع إلى أن يحكموا فقط الاعتبارات الداخلية.